يعيش السوريون اليوم كل أنواع التغيرات الحياتية، فمن تغيرات البيئة المكانية والاجتماعية الجزئية داخل سوريا إلى تغيراتها الكلية بين الداخل والخارج، مروراً بتغير أنماط العمل والمأكل والمشرب وغيرها. التغيرات التي يعيشها السوري والتي فرضت تغييرات بمنظومات القيم المولدة للسلوك الحياتي اليومي لم تأتي بمجملها نتيجة ظروف تبديل البيئة المكانية والتكيف، بل إن بعضها كان نتيجة مخاضات القيم الأخلاقية ومنظومات القيم والعادات والتقاليد بحد ذاتها كجزء من مخاضات الثورة السورية. وإذا كانت التغيرات سمة الحياة اليومية للسوريين اليوم، فإن هذه السمة قد فرضت طابعاً عاماً ومجموعة من السمات السلوكية يأتي في مقدمتها التردد في اتخاذ القرارات اليومية أو القرارات بعيدة الأمد والشك بجدوى الكثير من المسارات الحياتية. التغيرات الحياتية دفعت أخصائي التربية إلى الحديث عن حماية الأطفال من تسلل تردد الأهل إلى حياتهم اليومية، فالأطفال وهم الركن الأكثر هشاشة في العائلة يحتاجون في مراحل الاستقرار للدعم والمساعدة في اتخاذ القرارات، فكيف إذا كانت التغيرات الحياتية تطالهم وتطال عائلاتهم؟ قرارات الطفل تمتد من نوعية الألعاب التي يمكن أن يختارها أو حتى القصص التي يود قراءتها، وصولاً لاختيار الصداقات والتعامل مع المواقف الأكثر تعقيداً في مراحل عمرية لاحقة. يؤكد أخصائي التربية على أن اتخاذ القرارات أحد المهارات التي يمكن اكتسابها تدريجياً وبدعم الأهل عبر التوجيه الفعال. صناعة القرار لدى الطفل تتأثر تبعاً للتربويين بالتوقعات المبنية على خبراته وخبرات المحيطين به، لذا يؤكدون على ضرورة إتاحة الفرصة له لاتخاذ القرارات وتجربة عواقبها. ويبقى السؤال الدائم عن الأساليب الممكنة التي تدعم الطفل وتدربه على اكتساب مهارات القرار دون محاصرة تجاربه، وكيف يمكن التخفيف من أثر التقلبات الحياتية التي تعيشها العائلة السورية ومنع التردد من التسرب إلى حياتها؟